من الاخر اذا خرجونا فيها دي ديفو ولا ما خرجوناش فيها لي ديفو دو فابريكاسيون. اوكي هاي بسم الله. منذ ما يقارب 12 عاما يمارس عمي علي مهنته التي بات يلقنها لشباب قدموا من مختلف ربوع الوطن. والنكهة تشمها تشمها عن ظاهر الأنف. هو صنع أجبان تقليدية وطبيعية انطلاقا من حليب الماعز. ونشوفوا العمل ما يقوم به من عمل احترافي هو نتيجة خبرة ميدانية تراكمت لدى الرجل ليصعد سلم الاحترافية خطوة خطوة. عندي تقريبا 15 سنة في تربية الماعز. كنا ننتج الحليب وما كاش وين نبيعوه وما كاش كيفاش نديروا له. كنا في وقت من الأوقات الفائض ينبيعوه ينس ما تشريهش علينا ويخسر ومن بعد نرميوه. تولدت الفكرة عندي مدة زمنية عندي تقريبا 12 سنة في صناعة الأجبان. من بين هؤلاء المتربصين طلبة جامعيون ومربو أبقار وحتى أطباء ومهندسون، تختلف مساراتهم المهنية لكن الشغف بعالم الأجبان هو القاسم المشترك بين كل هؤلاء. في هذه الدورة التدريبية سيتلقنون أساسيات مهنة صناعة الأجبان. كي يدخلوا عندي نقول لهم باللي التعليم اللي راكو رايحين تديوه نوع من التعليم الابتدائي، ماناش داخلين للجامعة قفزة واحدة، ماناش داخلين نخدموا لا سبيسياليتي ديريكت تخصص، ماناش داخلين نخدموا الأجبان ذات أجهزة عالية وأدوات عالية وملاير. ندخلوا نخدموا بواش عندها يماك في الكوزينة بالمواعن تاعها بالبلاكار تاعها بالفورنو تاعها، نديروا أجبان ونبيعوهم ونصوروا أي نهارنا. نروح نديرها في الماء البارد باش تكون واش عندنا؟ عندنا درجة الحرارة فوق 75 باش تكون كاينة طبقة اللي برا نديروا لها الشوك تيرميك. يدرب عمي علي طلابه على كل مراحل تحضير الجبن الطبيعي. هذا التكوين قد يفتح الباب أمام بعضهم لإطلاق مشروع في المجال. نصح الشباب تاعنا يعني يغتنموا فرصة تاع الفورماسيون، يديروا فورماسيون فوماجير اكزومبل كيما احنا خيرناها مع الجروب اللي رانا معاه. نجيبوا لو لي ناتشورال 100% لي دفاش اي 100% لي تشيفر. نبدا بلا ما نبدا ليطاب من الحليب كيفاش نجيبوه، كيفاش نصفيوه، كيفاش نغليوه، كيفاش نخدمو، خدمنا كلش بيو 100%. خلال فترة التدريب يقوم المتربصون بصناعة أنواع مختلفة من الأجبان الطبيعية. التحكم في الحرفة أمر ضروري لكنه غير كاف لنجاح المشروع. قوة التسويق حلقة هامة وحاسمة، ولعل سر النجاح يكمن في طرح منتوج فريد ومميز. من الأجبان طرية درت لهم الأجبان الطرية لي باتمول، درنا لهم الأجبان نصف طرية، ودرنا لهم الأجبان المكبوسة. رانا دايرين قريب واحد 800 طالب تكون عندنا، ولكن الخبر المحزن هذا 800 طالب كاين واحد 16 حتى 12 اللي راهم يزاولوا المهنه. علاش الاخرين ما افونساوش؟ كاين اللي جاوا عندهم مستوى عالي من التفكير وعندهم مستوى عالي في الـ في الـ في, الـ في الحياه اليوميه، يطالب باشياء صحيه واشياء جديده في المجتمع. التميز بطرح منتوج طبيعي وصحي، هذا تماما ما تبحث عنه نسرين التي وجدت ضالتها في أجبان عمي علي. هذه المنتوجات خالية من الإضافات الغذائية والملونات الاصطناعية. نشوف لي فخوماج هكايا
مي ما نلقاش واش نحوس انا واش راني حابه فريمون. وكي تحكم الفورماج باغ اكزومبل فرماج اندستريال اونتر اوتر ما بارفوا تقدر تلقى ناتورال ما كي تقلب في ليست تاع لي زانغريديون تاع المكونات تلقى لي زاديتيف تلقى 640 تلقى واسمو الوغ كو سي دي برودوي كيميك دونك ماشيهمش. تعلمنا نديرو ديجا الفورماج من الحيوان الحليب او الماعز حتى يخرج لنا الفورماج تاعنا ويكمل ينضج كامل ناتورال ناتورال 100% ما فيه ني لي زاديتيف ني لي زاميليورون ني ريان دي تو. دايور كيما انا دونك اني كامل انا عارف لي تو سكي اديتيف اميليورون اروم ارتيفيسيال اي ضر بالصحه. وكاين ميم دي زارتيك سيونتيفيك ودي غران لابوراتوار لي سيرتيفي بلي ضر بالصحه ويديروا الامراض. هذه نبتة الزعتر قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية كثيرة، كما أن تزاوج النبتة مع جبن الماعز يخلق مذاقا لذيذا ومميزا. هذه المعادلة الصعبة حققها عمي علي من خلال وصفات حلوة ومالحة. قدروا ديروهم في زيت الزيتون. ديجا وزنت الحبات التوعي وزنتهم مبيعاً. هذه الإضافات من خضر وفواكه تجعل من الجبن وجبة شبه كاملة، لكن نكهة الإضافات لا يجب أن تطغى على مذاق الجبن. باسكو البصل إلي تري فور وتروح بنت الفرماج. يفو تخوفي دي ساستيس وي بنت الفرماج تقعد. دي زارون اللي كومباتيبل مع الفرماج. نو، لي زارون اللي يذوبوا في الفرماج. هذه تشكيلة الأجبان الطبيعية في شكلها النهائي. حتى المنتوجات الصحية يمكن أن تكون لذيذة. هذا هو شعار عمي علي. الملح كاين، السكر كاين، ما تحتاج إلى وقت. بإعدادهم هذه الأطباق يخطو المتدربون اليوم خطواتهم الأولى في عالم الأجبان، خطوات لعلها تكون حاسمة في مشوارهم المهني القادم.